إنسان ويستصغر في الجزائر ويهين الجزائر ويقول لك مع كل احتراماتي لشعب الجزائر، روح انت وفهم يا أخي. إذا هذا ما يمثلش المغاربة. واحد ما دار له الرد قال لك حتى الدرهم تاعهم طايح، حنا الدينار وسمو الدينار الجزائري وليس الدرهم يا أخي، راك رايح كاع فيها. أنا بغيت نعرف هاد المغاربة هادو شنو كيمشيو يديروا في الجزائر، هادشي اللي بغيت نعرف. اش كديروا في الجزائر؟ واش تقولوا الجزائر أقل منا؟ حنا أحسن منهم؟ عندنا خدمة أحسن منهم؟ أنا كنشوف الجزائر عندهم تشرد. المغربي مقيم هنا في الجزائر ويعمل هنا في الجزائر دار له الرد لهذا الإنسان أهان أو شتم المغاربة اللي خدموا هنا في الجزائر والجزائريين، وتجوا الفيديوهات تاعو في القناة تاعو تلقاها غير طايح على الجزائر، وهذه هي والمغاربة اللي خدموا في الجزائر والى اخره والعلاقات الموجودة بين الجزائر والمغرب. إذا هذا الإنسان مثير للفتنة هناك في أقاليل، وهذا ما يمثلش كاع خوتنا المغاربة، ما يمثلش. أنا عندي ليس مغربي، وكاين في أقليلة هنا في الجزائر أيضا تشتم في المغرب وتضل تعاير في المغرب والى اخره. هنا في الجزائر جزائريين ما يمثلش الجزائر هذاك وما راهوش جزائري وحنا ما نعرفوش كاع به. وكاين بزاف اللي مقيمين في الامارات يطعنوا في الجزائر دائما ويقول لك انتشر الفقر البطاله ويشتم في الجزائر والى اخره. الجزائر رايح الجوع والى اخره، واش درتوا اللي راح تديروا لتما؟ انتم تحبوا الذل والى اخره. المغاربه وردوا رد دار له الرد خويا اسماعيل، هذا فرح يوتيوبر مغربي مقيم هنا في الجزائر يدير يخدم هنا في الجزائر. اذا كما قلت لكم في فيديوهات سابقه يا اخواني، انا هذا الرد ماشي من عادتي نرد، ولكن هذا الانسان راني شفتو وعلاش الاشياء واحد اخرى يديروا رد 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 رد، ولكن من مثل هذا الناس اللي يديروا الفتنه بين الجزائر والمغرب ما لقاوش اللي يدير لهم ربهم. الحمد لله بسم الله ما شاء الله 99% من خوتنا المغاربه، ما شاء الله 99% من خوتنا الجزائريين ما شاء الله. هناك 1% هذه الفئه القليله جدا، ولكن ما تضلوش تتبعهم يا اخواني او يطلعوا في المشاهده كي يشتم ولا يقول حاجه على البلد الجزائر، تلقاه الناس يتبعوه لاخره. والله ما على بال اذا كانوا ناس حقيقيين ولا كاع ذباب الكتروني يتبعوا مثل هذا الناس، ما تتبعوهمش الاشياء السلبيه. انا دوك القناه تاع الانسان ندير له بلوك، يعني مبلوكي ما يجيش كاع يطلع لي القناه تاعو. السلام عليكم، شتم ولا قعد، هذه هي هو داير باش يدير البوز يشوفوه الناس والى اخره. هذا هو المبتغى تاعو، راني شفت في الفيديوهات تاعو كل ساعتين يدير فيديو، كل 6 ساعات يدير فيديو في القناه تاعو، 10 دقائق يتكلم فقط بلبل بلبل بوريان ديتو كيما نقولوا. لا شيء ما تستنفع حتى شيء يا خوتنا المغاربه ولا الجزائريين. لازم الانسان في هذا رمضان يعبد ربي سبحانه كما يلزم، يسقم صلاته يدعي لربي، يقوم الليل يشوف كيف يسقم العباده تاعو بينه وبين مولاه، خاصه هذه الجائحه تاع هذا المرض اللي اصاب العالم. وفي رمضان لازم نعبدوا نوليوا لربي سبحانه يا اخواني، ما نضلوش نشوفوا مثل هذه التفاهات ولا نتبعوا مثل هذه التفاهات ولا هذا الناس التافهين اللي يضلوا يشتموا ويهضروا برك يبلبلوا على الناس برك في اليوتيوب باش يجيب شويه اموال تاع ادسنس يجيب جهنم يا اخواني. هذه هي هادو هما ما يمثلوش رايه الاسلام، رايه لا اله الا الله. راني نقولها لكم حنا كاع مسلمين. تحياتي لخوتنا المغاربه، كل يوم او يزداد حبي ليكم من خوكم من الاربي 06 من الجزائر. تسمعوا الصوت تاعو فقط، انا باش ما نشهرش بهذا الانسان وحاب الشهره باش الناس قاعد تشوف الوجه تاعو قناته تمشي. ويوميا يدير العديد من الفيديوهات الكثير ويطعن ويطعن باش الناس يجيب الناس باش يشوفوه. هذه هي خدمته يا اخواني. كما سمعتوا يا اخواني حاب يلعبها، قال لك مع كل احتراماتي للجزائر والجزائريين، ما احترمتناش يا اخي. راك قلت كانك قلت راه انتشر الجوع والفقر المدقع في الجزائر، وراك حاب حنا نكونوا في الجوع، ما راكش حايب انه الشعب الجزائري يعيش معزز مكرم يا اخواني. اذا نفس الشيء كل المغرب كل الجزائر باش تعرفوا هذا، حاب يدير مقارنه انه شوف في موقع التواصل الاجتماعي انه انتشر البطاله، انتشر الجوع، انتشر الفقر في الجزائر. هو اللي راهو يقول ويقول مع كل احتراماتي في ما انتشرش لا جوع لا فقر لا بطاله يا اخواني. صح كاين نسبه تاع بطاله، كاين فقر، كاين الجوع في كل البلدان، كاين الفقر. الفقر ماشي عيب، الهم الكبير كي نلاقوا ربي سبحانه. احنا رانا نخمو على هذه الدنيا كاننا رانا نديروا جذور في هذه الدنيا. الدنيا هذه تفنى يا خوتي اخواتاتي، مغاربه ولا جزائريين توانسه وين ما كانوا، وما حبيناش اي واحد ينظر في هذه الحياه في هذه الكره الارضيه سواء جزائري او مغربي وين كان في هذا العالم. انا نفرح كانه خوتنا المغاربه يعني كاين الفقر وكاين الجوع وكاين البطاله، الناس ما تخدمش. يعني هذا الانسان قال لك مع كل احتراماتي، والناس اللي تخدم باش تجيو فكره يا اخواني، الناس اللي تخدم المغاربه اللي يجيو يخدموا الجبس خاصه هنا في الجزائر راهم يخدموا معزين مكرمين، راهم يخدموا احسن من الجزائريين باش تعرفوا دايرين لهم قيمه احسن من الجزائري. كيجي مغربي يدير الجبس هنايا يدي اموال احسن من اللي يخدم الجبس
هنا جزائري باش تعرفوا تجيب قيمتهم او خدام استرزق بالله سبحانه وتعالى. وكاين الخدمه هنا في الجزائر راهم يخدموا عند ناس اللي لاباس بهم في الفيلات ولا اخره يخدموا مع الزين مكرمين. راني قلت لك يدي اموال كي يجي يخدم لك الجبس المغربي يخدم لك بالسومه افضل من الجزائري، ساعات يتريبلي لك السومه يدوبلي ولا يتريبلي. تسمى راه يخدم بقيمته او يجيب بقيمته. كي تقول مغربي يخدم في الجزائر الجبس داري قيمه، يجي قيمه هنا في الجزائر باش تعرف لهذا الانسان. ونقول له توب الى الله يا اخي، توب الى الله. اكو سمعتوا بعض الكلام قال لهم الناس خوتنا من المغرب اللي يخدموا هنا في الجزائر راكم مذلولين، حملوا الدل تما في الجزائر. شوفوا الجزائري في موقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك واليوتيوب يبين لكم انه البطاله والفقر المدقع تما في الجزائر. ومع كل احتراماتي للجزائري، لا يا اخي، البطاله والفقر موجوده في الجزائر العميقه وفي المغرب العميقه ايضا وفي تونس العميقه في ليبيا العميقه في موجوده في كل البلدان المغاربيه. هذا هو المشكل تاعنا. مثل هذه الناس الحمد لله انهم 1% فقط يمثلوا الا انفسهم، هذا ما يمثلش المغرب وما يمثلش الجزائر ايضا. كاين جزائريين دايرين قنوات هكذا ويهضروا هكذا، واغلبهم ايضا جزائريين مقيمين بالخارج، ما راهمش مقيمين هنا، مقيمين بالدول الخليج ولا تلقاهم في اوروبا. ما يمثلوش الاسلام، رايت لا اله الا الله ما يمثلوهاش يا اخوانا. يمخوكم منير البيزيروس من قبل صافي، وكل يوم يزداد حبي لخوتنا من المغرب والمغاربه الشرفاء والجزائريين الشرفاء ايضا، ماشي من هبه ودبه. مثل هذا الناس ما نحتاجوهمش. هذا هو مقيم في الامارات، خليك تما في الامارات وقعد تما، هو يدير شغل اشياء تاع فتن اللي ما تنفعش كاع، ما على باليش كيف يتبعوه الناس حتى يعلقوا له التعليقات انه راهم معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مسلمين بينا نجتمعوا تحت رايه لا اله الا الله. المسلم ما يديرش مثل هذه الامور. قال لك حتى الدرهم تاعهم طايح، حنا الدينار وسمو الدينار الجزائري وليس الدرهم يا اخي، راك رايح كاع فيها. انسان هو يستصغر في الجزائر ويهين الجزائر ويقول لك مع كل احتراماتي للشعب الجزائري، روح انت وفهم يا اخي. اذا هذا ما يمثلش المغاربه. واحد ما دار له الرد وفي الاخير قال لكم راني حاب انه تكون السعوديه والامارات جيراننا، جيران المغرب خير من اللي خوتنا الجزائريين. حنا الجزائريين كشعب جزائري او جمل كاع الجزائر هنايا، خير ما تكونوا انتم جيراننا، تكون السعوديه والامارات جيرانكم. نخلي لكم ليكم انتم الان يا خوتي المتابعين، خوتنا المغاربه اللي تبعونا بقوه، يحبوا منير البيزرس وانا نحبكم في الله اخواني. وان شاء الله تطلع رايه لا اله الا رايه الاسلام اللي وحدنا هو الدين الاسلام. تخلينا على الاسلام رانا تفرقنا، وظهروا مثل هذا الناس هو راه مقيم في الامارات ما على باليش اذا كان عامل لجهه معينه الله اعلم. نخلي لكم يا خوتنا المغاربه اذا تقبلوا السعوديه والامارات تكون جيرانكم يعني افضل من الجزائر كما قال هذا المغربي الذي يزعم انه مغربي. يا خوتي نخلي لكم اسفل في التعليقات ارائكم. نحبكم في الله، كل يوم يزداد حبي لكم يا خوتنا المغاربه والمغرب الكبير. ان شاء الله نتوحدوا على كلمه لا اله الا الله، والسلام عليكم.